اليوم ما راح نروح مدينة الألعاب. اليوم راح نروح لمدينة ألعاب جديدة أول مرة نروح لها، وكلش كلش كبيرة وبيها ألعاب كلش حلوة. جيت أتفرج عليها هسه بالإنترنت. لكن قبل ما نروح تعالوا نشوفكم الهدية. وصلتنا هدية من إيموشن. خلي نفتحها ونشوف شنو بداخلها. صورتنا ويا إيبوشور. هاي راح نعلقها. ورقة. أوراق إيبوشور. دفتر. دفتر إيبوشور. هسا راح نشوف باقي محتويات الهدية، وطبعا حدازيننا إيبوشور العلب. هذا صغير، هذا متوسط، هذا كبير. هذا كبير صح. طبعا مثل ما حكيناكم بالمرة السابقة، إيبوشور يجيب 3 أحجام، اللي هو الصغير 400 غرام، والمتوسط ايش قد؟ 900 غرام. والكبير عبودي؟ كيلو 700. طبعا هواي اجتنا رسائل بالفيديو السابق انه وين نلقى، من نشتري. إيبوشور متوفر بكل الماركتات وبكل الاحجام، يعني اي ماركت قريب على بيتكم راح تروح راح تلاقون إيبوشور. وفي حال ما لقيتوا بالماركت القريب عليكم، تقدرون تتواصلون على الفيسبوك او على الانستغرام مال إيبوشور، تراسلوهم تسالوهم على اقرب نقطة بيع لكم للإيبوشور، وراح يدلوكم اقرب نقطة بيع تبيع إيبوشور قريبة عليكم. راح اخلي لكم روابط صفحات إيبوشور بالوصف، الفيسبوك والانستغرام، تقدرون تتواصلون وياهم وتندلون اقرب نقطة بيع للإيبوشور عليكم. هسه خلونا نكمل باقي الهدايا. انا اخذ ذني الي. اوه وانا شو اخذ؟ لا انطوني واحده صغيرونه. طبعا إيبوشور كلش كلش يصير طيب، سواء بالعصير مثل ما سويناه قبلها او واحده، وكل ما يكون ابرد يكون اغير. اوه دفاتر تلوين. وهاي اصباغ حتى شو تسوي بها يوسف؟ تلون. حتى نلون بها هاي صح. واخر شيء اللي هي دفاتر إيبوشور. او تقدر تسوي دفاتر قراءه. صحيح ايه. شكرا إيبوشور على الهديه. عجبتكم الهديه؟ ايه. اذا لا تنسون انتم هم تجربون إيبوشور، وان شاء الله راح تستمتعون بطعمه. اللي يدز لنا هديه شو نقول له؟ شكرا. شكرا إيبوشور. وين جينا؟ مدينة العاب. يلا خلنا نروح. جينا مدينة العاب لوبا لوبا. قالوا كلش كلش حلوة. يارا يارا لوبا لوبا. المدخل مالها يبيعون العاب محل. كنت تصعد يمي، هسه انا صرت شبيرة اصعد بواحد. بس انت تسمع تصعد يمي. ايه لا لا مو صعد يمي. لما تصعد بها طابق ثاني طبعا. هاي هم حلو هاي اللي تسمع. بس شلون تهز البطن هز؟ يعني انكم تلعب نفسك والله. انا اريد العب، انا اريد العب. هسه اخذنا. يلا هسه اخذنا الكار. بدي اصعد من باي السيارة. مع بالمدخل. اصعد وياك هون. لا 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 لا. بنفسجي. يلا بنفسجي وابيض واحمر. هو طلع حزام. اي روح الى يوسف وشنو؟ اصلا كان شغل السيارة. شنو هاي لامبورجيني؟ ها؟ لامبورجيني؟ اي اي تلعب فيها. كلش حلوة ان شاء الله. يلا شغلت لك اياها. تصلح البنزين؟ ايه. طلع حزام؟ اوه يا اخي يمكن يتحرك هون. ها؟ تتحرك هاي يمكن. ايش الكرسي يتحرك؟ اي يتحرك. لامبورجيني جاي. ايه. اوه شنو؟ طقيت على الصورة. اوه شو اشتغل سيارة؟ اوه
اوه متحمس لكل صفحه مع مال يوسف. وينها؟ سريع يوسف. ليش ما صعدت ياهم؟ ما تصعدت، تصعد بالمطر وعلى بعنونية. فرح فرح يا بودي فرح فرح. نصعد انا وياك؟ اي والله خمس قرارات بالثانية، قلت له اصعد بالبطحة، قلت له نصعد انا وياك، قلت له اصعد فوق بعد. لا فوق تصعد، كل اثنيناتهم اريد فوق نصعد؟ اي يلا يسكر ينزلون، يلا هسه راح نصعد للطابق الثاني. شافوا الترمبولين، شافوا الترمبولين. يلعبون بالترمبولين. عجسير؟ اوه آه. اوف بس ليش شنو هذيك هاي مال كرة السلة؟ اه هاي كرة السلة، يلا اوف اوف اوف. صعد بهذا الحفر عبودي. هاي بابا، هاي تصعد وهاي تنزل وهاي تفرني راس من وين؟ راس من اه حلو. وهاي ترفع هاي شغلها شغلها. اوه اوه يلا هسه ارفع. هاي تجربها؟ اخر مره طلعنا كتاب. ما تخبرت بشيء. نزلها بعد عبودي، نزلها يلا شيل. شلنا اي شلنا شلنا ترمى البناء. راح يبني عبودي البناء. عمر اثنين يوسف. اوه يوسف انت اثنين؟ ايه ما نص اثنين. اوه قول اروح قول. اوه قول قول يوسف لازم تطير. اوه ماكو ماكو قول. عبودي متفوق عليك، لازم تقول يوسف، لازم تقول، لو ما تقول بتفوز عبودي. اوه انتهى الوقت، انتهى الوقت. لا اوه لا انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت. اوه بعد سبع ثواني، ستة، والله انت راح انت راح انت الوقت راح انت انتهى. يوسف يرسل الصورة هنا. الله شلون حلوه هاي الصورة؟ فيديو فيديو والله. هسه نروح لهذا وين؟ لوبا لوبا سيتي؟ اي يلا هسه دخلنا هنا. اوه شنو هاي؟ لابسين مال ايش هاي؟ هاي مال حريق؟ مال استاد فاير مان. اي هاي مال استاد، يعني رجل اطفاء. اي مال استاد هاي. طبعا دخلنا لهنا، اسمها لوبا لوبا سيتي، اللي هي داخل مدينة العاب تسوي هنا هاي المدينة. اوه شنو هاي؟ يوسف انت شو راح تعرفها يا قبال؟ شوف هنا هاي مش مكتوب ميوزك هاوس، بيت الموسيقى. ما شاء الله. طبعا الفكرة كلش كلش حلوة. هاك عبودي بيت الجاز. هاي هنا ميوزك هاوس اللي هو بيت الموسيقى، نجي ندخل فيه بس يوسف اللي يعزف. هاي الفرن يعني كلها مال الموسيقى. السحريق. ها اسم حريق؟ زي السحريق. ها اه عندهم حريق، عندهم حريق، عندهم حريق. خلي اشوفكم الباك يارد. صفوا الموسيقى، مطبخ هاي للبنات. هذا لارا هنا مطبخ. الله شوفوا هنا المطبخ مال لارا. هذا مال الشيف. يلا نلبس يا خلي اشوف. مال بيبي. زين هذه المواعين اللي قبل صارت. طباخ. انا عندي بالبيت نفسها بس الطباخ اللي بالعصور. ورا ما يخلص المطبخ هاي هنا غرفة الطبيب. هاي ناطق تشريح الجسم يعني يقول لك. والبنزين
السيارة جاز ستيشن اللي هي بنزين خانة يعني. طبعا هي مال أصغر من عمرهم بس هم يعني شافوها وحبوها. وري عبا خلي نشوف باقي الغرف. ويلكم. ما شنو هاي ويلكم؟ هلو يوسف. واو. مستشفى. هاي مستشفى اي هوسبيتال. يلا راح تعال راح تعال الاول. شنو اكلت؟ كل بيزا. ما سويت. هاي هاي. جراج. هاي جراج تصليح. اوه شوف العدد. هاي شو العدد هنا؟ اوه شنو هو من جبتها؟ اوه شنو هو؟ شنو؟ على اساس رمانة. اوه شرطي بوليس. هاي اطفائية هنا خليني اشوفكم اياها. مو بها عندما اطفائية. هاي سينما خليني اشوف السينما. اوه يعني منا احد يدخل يعني من الاطفال يمثل على اساس تنفتح هاي وهنا الجمهور يقعد. حلوه والله كلش حلوه الفكره. يلا اوكي عبود هنا مال بوليس ما يبغى احد يجي. وهذا هنا مسجد فكرته كلش كلش حلوه حتى الاطفال على الصلاه. شوفوا هذا لا ميني ماركت اللي هذا الماركت الصغير يعني. خلينا ندخل الماركت. ها عشان الماركت ما في كل شيء بضاعة هنا. المفروض مثلا هاي البلاستيك اللي هي الفواكه بلاستيك هنا تتخلي يصير يكون الموضوع يصير كلش حلو. هذا ميزان المفروض شوفوا يوزن هنا هم شغلات مثلا بلاستيكية. اوه شنو هذا حلاق هنا. اوه وين بدك تشتغل مقدم؟ عندي هنا هذا صالون للبنات. اوه تسريحات وشغلات. اوه سكول مدرسة رحلات سبورة هناك بالماركت. اه شوفوا هنا حاطين عربات التسوق وهنا مخلين هاي الفواكه اللي بلاستيكية اللي قلت عليها بالميني ماركت. ثقيلة طبعا هي سبنج. عبالها صدق ثقيلة من البداية. هي اسفنجة هاي مالتها خفيفة كلش اسفنجة اصلا. هاي هنا طعم كمال اجسام يعني مال اطفال. عبودي لا حد هاي اسفنجية فول بنزين؟ فول عبودي فولها خفيفة. روح اتقدم لورا. لورا شنو هون؟ Ready to face it all again.